خاخامی او دیم ارتسو تبرید کوریلی هشمدات مسجد الاکتا اولیها و رتولی سعودیا. خاخامون یهودی و امریکی یدعو الى هدم الاقصا و نقله الى السعودیا. ابرزت تلویزیون الاسرائیلی دعوت خاخام کنیس نیوجرزی بالولایات المتحده الامریکیه لاسرائیل بمعاقبه عرب اسرائیل والفلسطینیین بشکل جماعی حتى يدركوا بأنه لا مستقبل لهم في أرض إسرائيل. وجاءت دعوة الحاخام ستيفن عبر مقال نشره في مدونته الجمعة الماضية الذي جاء بعنوان التعامل مع المتوحشين، وتقدم بجملة من المقترحات للحكومة الإسرائيلية تراوحت بين تدمير جميع البلدات العربية واقتلاع قبة الصخرة. ويرى الحاخام أنه على إسرائيل إلغاء جميع الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين والعرب في إسرائيل. ومن مقترحاته أيضا منع المسلمين من دخول الحرم القدسي الشريف على الأقل لستة أشهر، وعبر عن اعتقاده بأنه سيأتي اليوم في المستقبل القريب الذي سيتم فيه اقتلاع المسجد الأقصى وقبة الصخرة وإعادة وضعهما إما في السعودية أو سوريا.